ينضم إلي هنا في الاستوديو السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية. أهلا بك سيد أستاذ عريب. أهلا وسهلا سيد عبد القادر. أريد أن أقرأ معك هذه المرحلة بهذا الإنزال الأمريكي مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية. نحن في أي مرحلة بالنظر لما يجري الآن؟ أنا أعتقد أننا في مرحلة محطة جديدة في مسار الهبوط عن الشجرة. أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تهبط عن قمة الشجرة التي صعدت إليها. إسرائيل بدأت تهبط عن قمة الشجرة، والسبب في ذلك واضح تماما، يعود لصمود المقاومة، صمود أهل غزة، انقلابات الرأي العام الدولي، الأزمة داخل إسرائيل، حالة الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن في عام الانتخابات. كل هذه عوامل يعني تضافرت وإن كان بأقدار متفاوتة، ولكنها صنعت هذا الانقلاب. اليوم الدوحة تشهد محطة جديدة في هذا المجال. اتفاقات التهدئة، تبادل السجناء من نساء وأطفال، تم توفيق قواعد. المرحلة التالية لا يمكن اعتماد القواعد ذاتها، لا يمكن يعني المقاومة أن تقبل باعتماد ذات القواعد التي اعتمدت مع المدنيين من النساء والأطفال في هذا المجال. واتفاق يشمل العسكريين والرجال كما تصرح الإدارة الأمريكية سيتخطى موضوع الرهائن، بمعنى لن يقتصر على موضوع الأسرى والعسكريين والتبادل الشامل. حماس موقفها معروف، نريد صفقة على قاعدة الكل مقابل الكل، الجميع مقابل الجميع بهذا المعنى. لكن أنا أعتقد في الحقيقة هذا بده يكون له علاقة أيضا بالبحث بالانتقال من مرحلة التهدئات المتقطعة إلى مرحلة وقف إطلاق النار. هذا سيفضي حتما إلى التفكير بالبحث عن ترتيبات لها علاقة بغزة. وقف إطلاق النار بده فك اشتباك، والاشتباك قائم حاليا بالمعنى الجغرافي في توغلات إسرائيلية، المقاومة تحت الأرض، إسرائيل في بعض المناطق، إسرائيل فوق الأرض في بعض المناطق. أعتقد بدأنا الآن واليوم مرحلة البحث بالعناوين الكبيرة لهذه الحرب، أو بالعناوين الأكبر لهذه. أعود بك التصريحات الأمريكية. واشنطن كما تم التصريح بذلك تضغط على إسرائيل وتضغط على حماس أيضا، وبالتالي ما الذي نفهمه على صعيد الضغط على إسرائيل في أي مجال وأي نقاط، والضغط على حماس باعتقادك في أي نقاط أيضا؟ أنا أعتقد هذا التصريح يريح حماس، بمعنى أنهم يتعاملوا الآن، يعترفوا الآن بأن هناك طرفين وليس منظمة إرهابية هامشية أو داعشية أو شيء من هذا القبيل. الضغط في الحقيقة أنا فيما يخص يعني تبادل الأسرى ما في داعي لممارسة الضغط على حماس أساسا. من أول يوم حماس قالت إحنا مستعدين أن نذهب إلى صفقة تبادل شاملة أو على مراحل، والأمر متروك للإسرائيليين. الإسرائيليين ما كانوا قادرين على استيعاب وهضم فكرة الصفقة الشاملة، فذهبوا إلى موضوع المدنيين من نساء وأطفال وغير ذلك. الآن بترجع حماس بتقول لهم تعالوا نذهب إلى صفقة شاملة في موضوع العسكريين. لكن كما قلنا لن يكون البحث في صفقة شاملة منعزل عن ملفين أساسيين في هذا المجال، الانتقال من التهدئة إلى وقف إطلاق النار، وهذا ربما لم ينضج بعد. والنقطة الثانية ترتيبات، على الأقل ترتيبات انتقالية. وإذا لاحظت أستاذ عبد القادر بال 24 ساعة الماضية بدأ يتحدث عن غزة كجزئين، أنه جنوب غزة يعني يبدو في نوع من التسليم بأنه حماس باقية في جنوب غزة، وأنه جنوب غزة لا يمكن اجتياحه بالطريقة اللي تم فيه الاجتياح في شمال غزة، وشمال غزة يجب أن يكون له ترتيب بهذا المعنى. هبوط متدرج على مدرج الواقعية والأهداف الواقعية، استئصال حماس، كسر ظهر المقاومة، الوصول حتى إلى قيادتها. مع آخر تصريح للبنتاغون بالقول بأننا طلبنا من الجانب الإسرائيلي احترام القواعد الدولية في العملية العسكرية. عشان هيك الملف أكثر تعقيدا، وقد نرى يعني عمليات عسكرية في قادمات الأيام بعد انتهاء التهدئة إن مددت يوم أو يومين أو شيء من هذا القبيل. ولكن في ظني حتى العمليات العسكرية لن تأخذ نفس المسار الذي اتخذته العمليات العسكرية من قبل. يمكن الذهاب إلى عمليات جراحة، إلى عمليات موضعية، إلى عملية. الولايات المتحدة لم تعد تستطيع تحمل عبء الصورة الكارثية لإسرائيل، سواء لدى الرأي العام الأمريكي أو لدى الرأي العام. وهذا الدور الأمريكي الأخلاقي، القيمي، القيادي العالمي،
كل هذا الزيف سقط دفعة واحدة. الآن الولايات المتحدة في مرحلة ترميم لهذه الصورة ما أمكن، ولكنها لا تستطيع أن تنزل عن الشجرة بقفزة واحدة، تنزل بالتدرج. وكذلك الأمر بالنسبة أرجو أن تبقى معي سيد عريب. طبعا نتوقف الآن مع التطورات في جنين، أيضا تشهد تطورات متلاحقة، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مدينة جنين، وأضاف أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتطوق أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة. عن هذا الوضع معنا من جنين الصحفي علي السمودي. سيد علي، صف لنا ما يجري. عبد القادر، نحن الآن على أبواب مخيم جنين، حاولنا الوصول والتقدم إلى منطقة آمنة للتغطية كصحفيين، ولكن قوات الاحتلال فرضتنا ومنعتنا من الوصول إلى الموقع. ما نشهده الآن أن أكثر من 50 دورية عسكرية اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم. في هذه اللحظات هي فرضت حصار على كافة أطراف المخيم واقتحمت وتحتل العديد من الأحياء في مدينة جنين، خاصة المحيطة في المخيم وصولا إلى الحي الشرقي. الطائرات تحلق فوقنا على ارتفاع منخفض، وهي منذ العصر تقوم بهذه العملية، بينما باشر الجنود باقتحام العمارات والمباني السكنية حول المخيم والمدينة ونصف سرق القناصة التي تطلق النار بشكل كبير. الاحتلال الآن يحاصر مستشفى الشهيد خليل سليماني الحكومي بشكل كامل، أغلق كافة مداخله، وقد بلغ قبل قليل عن حالة إصابة. فالجنود قاموا باقتحام حرم المستشفى وأبلغوا الطبيب المناوب بأنه يمنع عليهم إحضار المصابين إلى المستشفى. هذا يعني أن الكارثة التي حدثت قبل أيام في جنين عندما أصيب عدد من الفلسطينيين ونزفوا لأن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات ستتكرر. الآن هنالك حالة استنفار في مدينة جنين ومخيمها، ورغم كل هذه الحشود العسكرية إلا أن المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال. في بيان صدر عن كتيبة جنين وكتائب الشهداء الأقصى وكتائب القسام، قالوا أن المقاومة تتصدى بشكل موحد في مخيم جنين لهذه القوات بالعبوات الناسفة وبالأعيرة النارية، وبأن الجنود الذين يحاولون شق طريق للوصول للمقاومين لم يتمكنوا. في نفس الوقت قال لنا شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدد من المقاومين وتقوم بمحاصرتها واحتجاز وفرهم وإخضاعهم للتحقيق والاستجواب الميداني. الآن في الشارع الذي نتواجد فيه نحن تقترب منا دوريات الاحتلال، ونحن نحاول الابتعاد قليلا. دوريات الاحتلال تقترب من هذه المنطقة، وهي بالمناسبة تتواجد بالكثير من المناطق في مدينة جنين وفي مخيمها، والجنود يحتجزون العشرات من المواطنين في منازلهم ويحرمونهم من التنقل. وقد أدت هذه العملية التي جاءت في ساعة مبكرة إلى احتجاز المئات من أبناء محافظة جنين من البلدات الوسطى في المدينة. الآن عبد القادر، قوات الاحتلال تنتشر في محيط أيضا مستشفى ابن سينا، وهو المستشفى الثاني، ولم يبقى سوى المستشفى الرازي الذي نقلت إليه إصابة قبل قليل. شهود عيان أيضا قالوا للجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب من ذوي الإعاقة على مدخل المخيم، وهو مصاب وينزف منذ أكثر من نصف ساعة ولم تتمكن طوافر الإسعاف من الوصول إليه. شكرا لك علي سمودي، وقد أفتنا بآخر المستجدات ما يجري في جنين. نتابع أيضا هذه الأخبار العاجلة، نقل عن فاينانشال تايمز عن مسؤولين مطلعين بأن مسؤولة كبيرة في وكالة المخابرات الأمريكية CIA تنشرت صورة مؤيدة لفلسطين على فيسبوك في 21 من أكتوبر الماضي. وأيضا نقلا عن فاينانشال تايمز، أيضا نقلا عن وكالة المخابرات الأمريكية، ضباط وكالة المخابرات ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد تكون لهم وجهات نظر شخصية. أيضا نواصل نقل هذه الأخبار العاجلة نقلا عن فاينانشال تايمز، أيضا عن مسؤولين مطلعين بأن الصورة التي نشرتها المسؤولة الاستخباراتية أثارت مخاوف داخل إدارة بايدن. وأيضا نائبة المدير المساعدة للتحليل في وكالة المخابرات الأمريكية تقدم يوميا تحليلات للرئيس بايدن. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عريب الرنتاوي. إذا ما بنينا على هذه التصريحات من قلب وكالة المخابرات الأمريكية، أيضا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول إن إسرائيل
لم تفقد فقط التعاطف إقليميا ولكن حتى على المستوى الدولي. ما الذي يتغير باعتقادك؟ يعني هذا امتداد للانتفاضة المصغرة التي اندلعت في الخارجية عندما تقدم مئات الموظفين في الخارجية وبعضهم سفراء في دول مرموقة ببيان يعني وبطلب للوزير الخارجية بأن هذه السياسة كسرت كل مألوف وقواعد السياسة الخارجية الأمريكية بهذا المعنى. أعتقد أن هذا رجع صدى للتحولات الكبرى التي تطرأ على الرأي العام الأمريكي. هذا أولا. أعتقد أن الجرائم الإسرائيلية حروب التطهير والإبادة التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة من النوع الثقيل التي لا يستطيع ضمير إنساني حي أن يتقبله. وأعتقد أننا سنشهد المزيد من هذه الأمور. وربما إذا دخلنا في مسألة وقف إطلاق النار وهدأت النفوس وهدأت المواجهات قليلا سنرى مزيد من هذه الظواهر، مزيد من هذه المراجعات. نحن نريدها لكننا نريدها الآن من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف هذه الحرب البربرية. لا أولوية تعلو على أولوية وقف هذه الحرب البربرية على قطاع غزة. أما الحكمة بعدين ويقظة الضمير بعدين بأثر رجعي، أعتقد أن تأثيرها سيكون أخلاقي وقيمي بمعنى من المعاني، ولكنها ستكون بلا قيمة سياسية فيما يخص مسار المعركة ومسار المواجهة والميدان بهذا المعنى. وهذا لم يقتصر على أمريكا، أوروبا أيضا. أوروبا شهدت الكثير من هذه التغيرات. نعم، شهدت الكثير من هذه الظاهرات. إذا ما وضعنا هذه الصورة في الصورة الأولى عقب 7 أكتوبر، الرئيس الأمريكي قالها في تل أبيب، من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وتبنى السردية أو الرواية الإسرائيلية كما هي خاصة فيما جرى يوم 7، ورغم أنه جرى تفنيد هذه الرواية منذ الأيام الأولى إلا أن البيت الأبيض كان قد احتفظ عاد وكررها. هو الرئيس بايدن عاد وكرر نفس الأكاذيب الإسرائيلية التي تحدث فيها باليوم الأول في مناسبات أخرى عديدة لاحقة، وتبنى الرواية الإسرائيلية في حكاية صاروخ الجهاد والمستشفى المعمداني. نعم. وتبنى الرواية الإسرائيلية في أن سلطات الأمر الواقع في غزة المحسوبة على حماس تقدم أرقام كاذبة. ثاني يوم الإدارة طلعت بيان أنه لا، القتلى بالآلاف بهذا المعنى. هم أعطوا إسرائيل أقصى مدى ممكن أن تحصل عليه في حرب الإبادة والتدمير المنهجي المنظم لقطاع غزة. 50 يوم إسرائيل فشلت في تحقيق أي هدف عسكري ذي مغزى. هذه النقطة الجوهرية. وأعذرني على المقاطعة، هذا ما يدعوني للسؤال التالي بناء على قراءة ومتابعة الكثير من التحاليل. وجود بيرنز الآن في المنطقة وهذا المجهود، هناك من يرى بأن الإدارة الأمريكية قد استلمت الملف بشكل كامل وأن القرار الأول بيد الإدارة وليس كما كان في يد إدارة نتنياهو. هل توافق على هذه القراءة؟ أنا تقديري وقلت ذلك وكتبت عن ذلك، أنا رأيي هذا حصل من اليوم الأول. أعتقد أن الولايات المتحدة فرضت ما يشبه نظام الانتداب على إسرائيل بهذه المرحلة. نحن شفنا زلزال 7 أكتوبر أحدث هزة عميقة في المؤسسة العسكرية في المستوى العسكري والأمني وفي المستوى السياسي، بدلالة أنهم لم يظهروا إلى العلن إلا بعد ساعات طويلة من انتهاء معركة القسام في غلاف في مستوطنات الغلاف، غلاف غزة. وبالتالي رأينا بايدن يحضر مجلس الحرب، بلينكين يحضر اجتماعات الحكومة المصغرة ومجلس الحرب، لويد أوستن، جنرالات الجيش الأمريكي الذين قاتلوا في العراق وفي أفغانستان كانوا حاضرين في غرف العمليات، متطوعين أمريكيين كانوا موجودين بهذا المعنى. أنا بعتقد متى آخر مرة سمعنا عن إلي كوهين على سبيل وزير خارجية الإسرائيل؟ من يقوم بالدور الأساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل الآن هو بلينكين وليس إلي كوهين، بين حين وآخر بطلع تصريح يعني معقبا على الأحداث. أما على مستوى الحراك السياسي، على مستوى تبني يعني الموقف الإسرائيلي والمصلحة الإسرائيلية، تقوم بها الولايات المتحدة نيابة عن إسرائيل. هذه أول مرة تنخرط الولايات المتحدة من موقع الشراكة وليس من موقع الدعم والانحياز لإسرائيل. هذا كان باديا منذ 7 أكتوبر. أول مرة بيجي رئيس أمريكا على إسرائيل وهي في حالة حرب ليقدم فروض الولاء والطاعة. وزير خارجي يأتي إلى إسرائيل في أول زيارة بوصفه يهوديا وليس بوصفه وزيرا للخارجية الأمريكي. هذا كله أنا أعتقد الآن هذا الأمر مستمر يتفاقم.
الولايات المتحدة من تعرض، الولايات المتحدة من تفاوض، الولايات المتحدة من يجس النبض ويستطلع هذا، وبعد ذلك يأتي الموقف الإسرائيلي. وأعتقد أنه الإسرائيليين ليسوا الآن في وضع يستطيعون أن يقولوا لا كبيرة للولايات المتحدة، ممكن يقولوا لاءات صغيرة في مواضيع عدة، أما لا كبيرة للولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر وفي ضوء كيف أديرت المعركة السياسية وكيف أديرت المعركة الميدانية، أعتقد أن إسرائيل أعجز من أن تقول لا كبيرة للولايات المتحدة. وقد شاهدناه قالوا لا كبيرة للأمين العام للأمم المتحدة، قالوا لا كبيرة لمجموعة من المسؤولين الأوروبيين عندما قالوا بما فيهم الرئيس الفرنسي عندما قالوا مواقف لم تكمل أو تكمل أو تدعم السردية الإسرائيلية. بالنسبة لهم يعني لا قيمة لهذه الأطراف، هم لم يقيموا وزنا في يوم من الأيام للأمم المتحدة ولا لكل منظماتها، والاتحاد الأوروبي بالنسبة لهم ملحق للسياسة الأمريكية، يعني رغم أنها أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل لكن بالمعنى السياسي وين تأثير الأوروبي على إسرائيل؟ لا الكبيرة لأمريكا هي اللي لها معنى وإسرائيل فقدتها. عري برنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، شكرا جزيلا. معنا من